اهلا بيكم مره اخرى وفقره اون سبوت، واكيد زي ما قلنا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه سان داونز. بس قبل ما نتكلم في القايمه وقبل ما نتكلم في اللاعبين، حابب اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي اللي كان سعيد الحظ بانه يكون ضمن 30 الف مشجع هيؤازر النادي الاهلي بكره في استاد القاهره. المجهود المبذول من الاداره عشان النادي الاهلي يلعب بجماهيره في استاد القاهره مجهود كبير جدا. ارجوك، انت كنت سعيد الحظ بانك تدخل على الموقع وتحجز وتكون مشجع للنادي الاهلي، فكون فقط مشجع للنادي الاهلي بمبادئ النادي الاهلي باخلاق النادي الاهلي. مش عاوزين التجربه دي تكون تجربه ونعود تاني لفكره اننا ندور على فكره ان الجماهير تحضر المدرج. تعامل مع كل الناس بمنتهى الاحترام لان كل الناس هتتعامل معاك بكل احترام. احنا في النهايه في وطن واحد، في مجتمع واحد، لازم تكون جماهير النادي الاهلي موجوده في ظهر النادي الاهلي لان دي رقم واحد في صناعه بطولات النادي الاهلي. فمش عايزين اي تصرفات توصلنا لمرحله ان العدد بعد ما وصل ل 30,000 يقل في مباريات اخرى، لا، احنا عاوزين العدد يزيد. وصدقني موافقه الامن على 30,000 هي روح او بدايه، مش عايزين نقول بدايه جديده، ولكن في النهايه هي ثقه في جماهير النادي الاهلي ان هي جايه تشجع النادي الاهلي. محتاجين ده يكون باين قوي في المدرج، محتاجين اللعيبه ما تحسش احساس مباراه بلاتينيوم، محتاجين ندعم النادي الاهلي لان المباريات دي مباريات كبيره جدا وممكن تحسم بتفاصيل صغيره جدا. فخليك سلاح في ايد او في اقدام لاعبي النادي الاهلي افضل بكتير من انك تشغل ذهن لاعبي النادي الاهلي زي ما حصل في مباراه بلاتينيوم. لكن كلنا ثقه فيكم ان شاء الله ان هتبينوا مشهد لجماهير النادي الاهلي يعي جيدا يعني ايه النادي الاهلي. اكيد يا احمد، ودي رساله لجمهورنا، احنا في البدايه وهنفضل جمهور زيكم، ودي الحاجه اللي تخلينا بنخاطبكم من ارضيه مختلفه. والله احيانا انتوا بتتكلموا معانا ان في النهايه انتوا موجودين داخل منظومه فاحنا بنتعرض لبعض الضغوط. صدقوني تشجيع النادي الاهلي وسيله مش غايه، بمعنى ان انت وسيلتك ان انت تدعم النادي الاهلي. قد تكون بعض الاشتراطات بتبقى صعبه عليك شويه، قد تكون بتعاني شويه، بس صدقني في النهايه انت المفروض داخل وعارف انك وسيله عشان تطلع بحاجه تانية خالص، وهي ان النادي الاهلي في الملعب اللاعبين يكونوا حاسين ان هم الجمهور مديهم افضليه. هو ده. وبعدين الامور يا جماعه مكتسبات. احنا النهارده طول الوقت انتوا بتضغطوا عايزين نلعب في استاد القاهره، عايزين نلعب بجمهورنا، ما ينفعش، لازم الاداره تتحرك. ده حصل، والنهارده احنا موجودين بكره في استاد القاهره وموجودين بعدد جيد. العدد ده هو اللي قابل للزياده بالتجربه. كل شيء بيقيم بتجربته مش مجرد الكلام، حتى كلامنا ده مش هو اللي هيعمل حاجة، انت بكرة اللي هتعمل سلوكك مش احنا. يعني احنا مجرد بننصح في النهاية. انت تخيل العامل اللي بيتحكم المباراة اللي بعدها، النادي الاهلي هيحضر له كام؟ النادي الاهلي هيؤازره قد ايه؟ والله انت اكيد مجلس الاداره والاعلام وكل اطراف المنظومه لهم دور، بس صدقني هيبقى الدور الاول والاخير والاساسي عليك انت. مهما كانت الضغوط تاكد ان انت استحمالك للضغوط دي وتحملك ليها ودعمك للنادي والخروج يا احمد بشكل مشرف وبشكل فعلا نقدر نبني عليه هو ده المكتسب الحقيقي. انت اللي بتصنع الحدث. فأرجو إن إحنا النادي الأهلي جمهوره دايما بيقدم رسائل. لو شفنا قدامنا وحشنا الجمهور ده، والله العظيم إننا اشتقنا للصوت بتاع الجمهور، لشكل الجمهور، للتفوهات اللي كانت بتتعمل وبتعيشنا الفرحة. أكيد 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 ده هيرجع، هيرجع بإن كلنا كل واحد يتحمل ويجي على نفسه في بعض النقاط عشان بإذن الله بإذن الله يبقى بكرة هي البداية يا أحمد وتبقى بداية حقيقية. جماهير الدعم للتجوات اللي احنا بنشوفها دي يا فارس، أكيد جماهير النادي الأهلي اللي عندها الحس الوطني وكمان حس دعم النادي الأهلي. وزي ما احنا قلنا هي الفكرة كلها، أو زي ما فارس بيقول، هي سلوكك أنت اللي بيحدد عدد جماهير النادي الأهلي في المباريات المقبلة. صدقني والله العظيم أكيد في أكتر من مليون واحد على الأقل حاول يدخل على موقع تذكرتي عشان يكون واحد من ال 30,000 دول. فلو أنت حاجز التيكت ده عشان تكون عقبة في طريق ان ال 30 يبقوا 50 و60، فأرجوك أرجوك يعني بلاش ده. طالما طلعت سعيد حظ بانك بقيت وسط الناس دي، دعم النادي الاهلي، واعتقد مفيش حاجة في الدنيا هتسعدك
قد فكرة انتصار النادي الأهلي. أتمنى تكون رسالتنا وصلت، وأتمنى تكون تقبلتوها بشكل رحب، لأننا بالفعل ناس منكم ومشجعين، وبنفخر أننا مشجعين ومنتمين للنادي الأهلي. ندخل بقى في أجواء المباراة، خاصة مباراة صعبة جدا من وجهة نظري. فريق صن داونز وفريق مازيمبي هما تقريبا أقوى فريقين في الدور الثمانية، النقاط بتقول كده، الأداء بيقول كده، المباريات اللي لعبوها في دوري المجموعات بتقول كده، ده حق 14 نقطة وده حق 14 نقطة. تكون مع الفريق لغاية آخر دقيقة، المباريات دي كبيرة جدا، ممكن تتحسم بتفاصيل صغيرة، مش فكرة عدد أهداف. ما تخشش بتفكر في فكرة إن احنا اتغلبنا من الفريق ده خمسة، هي كانت هزيمة واحدة إن شاء الله لن تتكرر تاني في تاريخ النادي الأهلي. فكر إزاي نجتاز الموقعة دي، عندنا 90 دقيقة في مصر، عندنا 90 دقيقة مع فريق من أفضل فرق القارة الأفريقية كرويا. لعبك معاه في جنوب افريقيا هيكون كوره، صحيح انك هتلعب في وقت صعب جدا، هم اختاروا وقت النهار، لكن هو ده ميزه بيلعبوا عليها وحقهم. احنا كمان حقنا نستفيد من ميزه الجماهير والقوه الدافعه المعنويه للجماهير بكره، ولعبتنا ان شاء الله بمنتهى الهدوء تدخل مركزه في فكره تحقيق الفوز واستغلال كل فرصه على الاقل على مرمى صن داونز، لان فريق من الصعب انك تصنع عليه عدد من الفرص.